ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن فاجئت اخواتي واهلي بقرايبهم وكده. فاجئت قرايبي باهلهم. تمام، طبعا انتوا عارفين ان احنا اهلنا مسافرين وان احنا قايلين لكم، فطبعا انتوا متعرفوش مين يقرب لمين ايه وكده، فهنعرفكم برضو في الفيديو دوت. بس قبل ما نبدا الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. وبس يلا نبدا الفيديو. منيرة جاي واخو مليكة جاي برضو، مع انه صغير يعني، هو مش كبير، بس ما اعرفش ازاي جه لوحده ده والله. ومامه مازن ونور، وانا ما حدش جاي لي، بس تمام يعني. المهم هتشوفوا برضو كل حاجه، وهنعرفكم مين قريب مين ومين مش عارف ايه. تمام، بس قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تخلونا ننزل فيديوهات اكتر واكتر. وبس، وكمان انا كنت عايز اعمل، هو انا كنت اقول ايه، كنت عايز اعمل مفاجأة كبيرة قوي، والنهاردة انا هطلب ايد حد. بس شوفوا في الفيديو بقى انا هطلب ايد مين. تمام، وبس دلوقتي بقى انا مستنيهم اروح لهم المطار، وان شاء الله يكونوا جم بسرعة يعني. اهو يا جماعه جم هناك. طبعا صورت لكم اول ما جيت علشان كان في اجراءات كده بنعملها الاول وحاجات كده متعبه، ما رضيتش يعني اطول عليكم وكده، فهم جم. اهلا اهلا، عاملين ايه؟ وحشني والله. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني، عامل ايه؟ ايه ده، مالك يا عم، مالك في ايه؟ متضايق بس شويتين عشان انت ما جبتش نيره معاك، هي وحشاني قوي. عارف يا عمو، برضو ما هو برضو هي بنتك يعني. بصوا يا جماعة عرفكم، انت بتقول لي مين يا جماعة؟ بنصور. اه ماشي، دوت بابا نيرة، ابو نيرة دوت، وديت مامة نور ومازن، وديت مامة مليكة واخو مليكة. ايوه والله العظيم انا مبسوط جدا، انتوا هتنوروا البيت والله، هتنوروا البيت. تسلم يا حبيبي. طبعا للي ما يعرفش يعني، دليل اللي ما يعرفش، طبعا يا جماعه نيره تقرب لي ان هي بنت خالي. تمام، هي ماما عامله ايه؟ مامتك كويسه جدا، بس هي ما عرفتش تيجي عشان كان عليها ضغوطات هي وباباك، وانت عارف انهم بيشتغلوا شغل صعب جدا. عارف. ان شاء الله تيجي بقى قريب هي كمان، ان شاء الله ان شاء الله. ويا ريت كمان يعني، يا ريت برضو بابا تاليا يجي ومامتها وكده. اشمعنى يعني؟ لا كنت عايزهم في موضوع كده. ماشي والله يا طنط نور، لما تشوفك هي ومازن هيفرحوا فرحة والله. يا حبيبي تسلم، وحشني يا يحيى، عامل ايه؟ انت كمان وحشني يا ادم والله. لا والله ليك وحشة فعلا والله العظيم، وانا في روسيا كانت الحياة قرف قرف. ده انت كنت في روسيا يعني؟ بس ما كانش عندي صحاب ولاد خالص. ليه كلهم بيتنمروا علي؟ خلاص اهدى اهدى، احنا في فيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اسمي ادم وعندي 14 سنه. هو ده ادم اهو. يا ربي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. مليكة لما تشوفك اقسم بالله هتتنطط من الفرح. دي كانت مليكة لما تشوفك اقسم بالله هتتنطط من الفرح. دي كانت ده انت كنت وحشها جدا، ومبطلش سؤال عليكي والله. مليكة دي حبيبتي. ايوه طبعا يا زنت سارة، دي اول ما تشوفك. نسيت اعرفكم باسميهم. معلش. ماشي، استاذ علي بابا نيرة، عمو علي يعني، بقول له عمو. لا قول لي علي عادي يا ابني. ماشي، وطبعا طنط ساره مامه مليكه زي ما انتوا عارفين. وما ننساش طبعا اهم واحده اللي هي مامه نور، طنط لمس. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طب يلا بقى نروح البس عشان نفاجئهم. يلا بينا، انا متحمس قوي اشوف ملك ومحمد، وحشوني جدا، وبالذات ميلا برضو وحشاني. دي ميلا لما تشوفك هتتنطط من الفرح. طب يلا 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 يا جماعه، انا معايا العربيه. ماشي يلا. ايه ده، مين بيتصل؟ ما راح اشوف. الو الو يا يحيى. نعم، في ايه؟ بقول لك ايه، انا بصور ومعايا ناس جايين وكده،
فالبسي الحجاب وجهزي وكده، وقولي لبقية البنات برضو يجهزوا كده. هو الشباب في البيت ولا لا؟ لا لسه الشباب نزلوا من بدري اساسا. طب كلميهم قول لهم يجوا. ماشي تمام. او بقول لك بعد ما تجهزوا، بعد ما تجهزوا يعني افتحوا الكاميرا وكده وصوري. طيب تمام ماشي، يلا باي. يا بنات تعالوا بسرعة. في ايه يا تاليا؟ مصحيانة من احسن نومة ليه؟ حرام عليكي. حرام عليا ايه يا بنتي؟ يلا اصحوا، الساعة اساسا دلوقتي 3 العصر. 3 العصر ماشي، لسه بدري. بدري ايه يا ستي؟ ده انا صاحية من الساعة 12. ليه يعني؟ معرفش بقى، هو انا صحيت. المهم يلا يا بنات اجهزوا والبسوا، وهنفتح الكاميرا عشان نصور كمان شوية. ايه ده؟ ليه كل ده؟ صحيح، ليه كل ده؟ فعلا يا تالي. ايه في ايه على الصبح كده؟ ما تهدوا، انا لسه معمول فيا مقلب امبارح ومش ناقص اساس مقلب تاني. والله العظيم هتفشلكم من البيت. لا ما تقلقيش، مش مقلب تاني، اصل ما كنتش معاهم في المقلب. بالظبط كده، ما كانتش معانا في المقلب. كنت انا ونيره ويحيى بس، وكان مقلب على الجه سريع يعني. ده المقلب بتاعتنا مش كده خالص، ده مقلب خفيف اساسا. ماشي، بلا خفيف ولا مش خفيف، مش وقته نقعد نتكلم. البسوا يلا واجهزوا، وانا هروح البس الحجاب وهنفتح الكاميرا ونصور. هنصور ايه بقى ان شاء الله؟ يحيى كلمني قال له ان انا جاي مع ناس مهمه ومش عارف ايه. ناس مهمه مين يعني؟ معرفش، روحوا جهزوا وانتوا ساكتين. ماشي. بقولك يا مريم، ايه شعرك ده انتي تتصرفي فيه. اتصرف فيه يعني اعمل ايه يعني؟ يعني تفكي الكحكه اللي انتي ما بتفكهاش دي. حاضر، والبسي طقم كده شياكه. حاضر ماشي، يلا انا داخله، وعقبال ما انتوا تلبسهم بقى. يلا يا بنات انا انتوا كل ده ما جهزتوش وتنجزوا وتجهزوا. حاضر يا بنتي اهدي. بنات انا غيرت لبسي، جهزتم؟ احنا جهزنا اهو. بس هو سؤال، معلش، انت ليه غيرتي لبسك تاني؟ مش انت كنت غيرتي اولاني؟ احنا رحنا لبسنا وجينا ما لقيناكيش. لا انا بحب التغيير بصراحه، ما عجبنيش التاني، قلت ده شكله احسن. لا الاتنين بصراحه يا قلبي كان شكلهم تحفه. تسلمي، عشان بس عيونك اللي شافته. والله يعني شكرا، لبسك قمر. شكرا قوي، والله لبسك جامد، كلكم لبسوكوا جامد يا جماعه. امال فين صحيح نيره بقى لها ساعه بتلبس. ماشي ما نستناها. انا جهزت يا بنات. واو والله العظيم الطقم جامد، بس هو ليه بقى كل لبسك بقى بتلبسي الطواقي؟ ما اعرفش، بحس شكلي يروج بيها. ولا روش ولا حاجه، عادي يعني. والله العظيم يا مريم. ايه في ايه؟ كلنا مبهورين، اخيرا فكيت شعرك. على فكرة ما تأفوروش، انا بفك شعري. ايوة يا جماعة هي بتفك شعرها، انا قصدي اخيرا فكيتي شعرك قدام المتابعين يعني. يا جماعة بصراحة انا شايفة ان شعري وحش قوي، وان انا ربطه احسن، فبرضو اكتبوا في الكومنتس يعني شكلي حلو وكده ولا بشعري التاني عشان ألمه في الفيديوهات، ولا سيبه ولا ايه. انا بصراحة شايفة انه كده احسن. هنشوف. وانا برضو بصراحة شايفة. يلا قبل ما نبتدي اي حاجة بقى كده هوت ناخد سيلفي. طب يلا بينا. يلا طبعا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ صوت الباب. ده في حد جه. تلاقي يحيى جه، انا اللي هفتح له. لا انا اشمعنى انت يعني؟ لا انا اهو يعني. يلا بصي مين جه. ايه ده؟ بابا نيرة، وحشني قوي حبيبتي. وانت كمان يا بابا، والله العظيم وحشني جدا. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله العظيم يا بابا، انت مش متخيل انت بجد كنت وحشني قد ايه. والله وانت كمان. بصي يا عمو، ما يبانش عليها اساسا ان هو باباكي، الناس هتقول مين ده. لا يا ابني متأفورش يعني، ده انا برضو مش كبير قوي يعني، انا لسه عندي يعني 45 سنة. طبعا. والله يا بابا بجد انت كنت وحشني جدا. انا مش مصدقه، والله العظيم انا مش مصدقه من الفرحه، انا حاسه اني هعيط بجد. والله العظيم يا يحيى، يعني انت احسن واحد، والله العظيم شكرا بجد. انا مش مصدقه نفسي اساسا. مش مصدقه نفسك؟ والله العظيم.
العظيم ما مصدقه نفسي. شكرا فعلا يا ابني، انا هروح انده لباقي البنات. يا بنات يا بنات يا بنات، تعالوا الحقوا شوفوا يحيى جاب مين جاب مين. يلا تعالوا. طب يلا ماما، ماما وحشتيني قوي، عديني كده عديني. ماما والله العظيم انت وحشتيني جدا، وانت والله العظيم يا ملكة وحشتيني اكتر، بقالي كتير قوي ما شفتكيش. والله انا اللي بقالي كتير جدا ما شفتكيش، انت كنت وحشتيني قوي بجد، انت مش متخيله انت كنت وحشاني قد ايه. ادم انت كمان والله العظيم وحشتيني جدا، وانت كمان والله يا مليكة عامله ايه. انا الحمد لله ماشي، يا رب دايما تكوني كويسه ان شاء الله. والله العظيم انا بس اني شفتكم بقيت كويسه. ماما انا كمان مش مصدقه والله العظيم، انت كنت وحشاني جدا يا ماما، ان احنا كان بقالي اكتر من 5 سنين ما شفتكيش، 5 سنين ونص تقريبا. والله العظيم انت يعني وحشتيني جدا، وكنت بتصل عليكي بس كنت نفس عايزه اشوفك برضو على الحقيقه. والله العظيم انت وحشتيني جدا يا حبيبتي، والله انت وحشتيني اكتر. والله انا مبسوطه جدا، انا اللي مبسوطه اكتر والله. طيب هنخلصوا الكلام ومش عارف ايه وارجع لكم. والله العظيم القعده معاكم جميله يا جماعه، والله يا حبيبي انت اللي جميل. شكرا يا طنط والله. العفو يا حبيبي على انت زي ابني برضو. بصوا بقى يا جماعه، الموضوع اللي كنت عايزه اتكلم فيه وقلته برضو في اول الفيديو انا هقوله لكم. موضوع ايه؟ موضوع ايه هقول وامر الله. بصوا بصراحه كده انا كنت عايز يعني عايز ايه؟ عايز اخطب نيره. مين تخطب؟ مين اخطب نيره؟ لا طبعا مستحيل. ليه يعني؟ بصي يا حين، انت شخص جميل وكل شخص يتمناك ومش عارف ايه، كل بنت تتمناك، واللي انت مكنش من البنات اللي تتمناني دي. بصي بصراحه كده يا يحيى، امبارح احمد لما جه هو كمان قال لي انه عايز يخطبني، وهو زمانه جاي برضو هيخطبني، فانا مش عارفه بصراحه اوافق عليك ولا عليه. انت بتحبي مين؟ انا مش عارفه اخد القرار والله، بس انا فعلا فعلا مش عارفه اخد القرار. الكلام ده نيره يعني هترفضي يحيى اللي قربنا وهتوافقي على واحد ما نعرفوش؟ يبقى الواحد اللي ما نعرفوش ده اكتر صديق مقرب ليا بجد، اكتر صديق مقرب ليكي. نيره انت هتوافقي على يحيى؟ خلاص يا عم تخصب يا عم ما تخصبهاش، انا ماشي. انا بصراحه حاسه اني كسرت قلبه. لا يا بنتي بصي، انت اختاري لقلبك اللي قلبك عايزه تمام. بصراحه كده يا بابا انا هختار احمد. احمد احمد بعد كل ده؟ ايوه بعد كل ده، عشان هو خلاص قال لي ان هو جاي يخطبني وانا وافقت. ما نشوف يا بنتي، الجرس بيرن، انا هروح اشوف مين. ايه ده احمد؟ احمد مالك زعلانه كده ليه؟ لا مفيش، مش زعلانه. لا باين عليك اني زعلانه، وانت كمان باين عليك انك زعلان، مالك في ايه؟ بصراحه كده يا نيره انا مش هعرف اجي ولا واخطبك ولا اي حاجه، واحنا فعلا مش هينفع نتخطب اساسا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي يعني مش هينفع نتخطب وليه اساسا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش فاهمه اي حاجه، انت ازاي بتقول كده اساسا؟ انا قلت لاهلي واهلي ما وافقوش، وهم جايبين لي واحده عايزين يخطبوها لي بالعافيه. انا اسف بجد، انا اسف يا نيره. الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي؟ الكلام ده مش حقيقي، اكيد بيهزر، اكيد ده مقلب، اكيد هو بيعمل مقلب فيا والله، اكيد هو فعلا بيعمل مقلب. مستحيل مستحيل يكون ده حقيقه، هو اكيد اكيد 1000000% بيعمل مقلب، مستحيل يكون ده حقيقه. ايه في ايه يا نيره يا بنتي؟ مين كان على الباب وبتعيط كده ليه؟ بابا في ايه يا نيره؟ مالك يا بنات؟ انا والله العظيم زهقت، ليه كل حاجة بتمناها حلوة ما بتحصل ليش؟ طب ايه دي؟ ايه اللي حصل؟ طيب فهمينا.
دلوقتي احمد جه ايه هيجيب اهله ويجي يخطبك اخيرا؟ لا قال لي ان هو مش هينفع اساسا نكمل مع بعض وان هو مش هيخطبني ولا اي حاجه. يعني ايه؟ يعني كان بيضحك عليكي؟ لا ما كانش بيضحك عليا، بس اهله مش موافقين عليا وجابوا له واحده من قرايبه عايزين يخطبوها له، وهو سابني ومشى وقال انه اسف. انا مش عارف اعمل انا ليه كل حاجه كده، انا مش عارفه ليه ما بيحصل ليش اللي انا عايزاه. على فكره انا ما رفضتش يحيى علشان حاجه، انا فعلا يعني انا كنت بحب يحيى وانا صغيره زمان، بس هو دلوقتي المفروض انا كنت هتخطب لاحمد، بس هو خلاص. اللي سمعته ده بجد؟ انا هطلع اشوف. نيره اللي انا سمعته ده بجد؟ ايوه بجد. انا اسفه قوي يا يحيى ان انا جرحت مشاعرك. لا ولا جرحتي مشاعري ولا حاجه يا نيره. يعني انت مش زعلان مني؟ نيرة لو سمحت ما تكلميش في الموضوع ده. ماشي. بصي يا نيرة، طالما انتي مش موافقة فخلاص خلينا زي الاخوات. بس مفيش بس، خلاص طالما انتي مش بتحبيني ومش عايزاني خلاص. بتقولي بس ليه؟ خلينا زي الاخوات احسن. بس يا يحيى مفيش بس خلاص. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة. خلاص مش لازم ننهي الفيديو، اقفلي الكاميرا على طول. ماشي اهو قفلتها. نيرة الكلام ده بجد؟ ايوه بجد. بص يا نيرة بصراحة كده انا مش هينفع اخطب واحدة اساسا مش بتحبني، تمام؟ وبرضو قرار ليك يعني. بس بجد انا فعلا يحيى كنت بحبك. يعني ازاي كنت بتحبيني وبتحبي احمد دلوقتي وبتعيطي؟ انا مش عارفه والله، انا متلخبطه ومش متردده ومش عارفه اقول ايه ولا اعمل ايه من اللي هو قاله لي، ويا ريت تسيبوني لوحدي بقى. استني. معلش يا يحيى، هي على فكره بتحبك زي ما انت بتحبها، بس هي بتخبي. وانت عارف نيره، عارفها. يا ربي بقى ده لسه جاي حتى. والله يا عمو.